موقف الأفران هو من موقف رئاسة الحزب، وهي من يعني الكلمة الأخيرة له. وطلب السيد القايد صالح بتفعيل مدى 102 هو ما رآه الأخ القايد صالح وما رأته المؤسسة العسكرية كحل للأزمة. الاجتماع تاعنا اليوم كله منصب حول التحضير للمؤتمر، لتحضير المؤتمر الاستثنائي تاعنا. يبقى تفعيل المادة 2 طلب القائد الأعلى للقوات، هو طلب وما رآه حلا للأزمة، وهذا طلبه. ورأينا احنا في هذا هو رأي رئاسة الحزب.